أهلا بك أخي. نعم سيد مصطفى، كيف تتابع حكومة الإنقاذ الوطني ما جرى في هذه الأيام أو في الأيام الماضية، وأيضا لو تضعنا في صورة الوضع بالنسبة لرئيس الحكومة الذي تناقلت بعض الصفحات والمواقع خبر إصابته جراء الاشتباكات؟ أخي الكريم، بداية أذكر أني يعني مرارا وتكرارا في قناتكم تحدثت عن نقل الفوضى إلى طرابلس وما الذي سترتب على هذه الفوضى من خسائر، سواء كانت في الأرواح سواء كانت في الممتلكات. وللأسف الشديد لم يتعظ الناس ولم يتعظ أهل طرابلس، خاصة بما حدث في مدينة بنغازي، وكذلك استخدام الشعارات المزيفة لتحقيق بعض الأعمال التخريبية والتدميرية التي لن ينتج منها للأسف الشديد إلا خسائر كبيرة جدا يصعب تعويضها. نريد أن نذكر أخي كذلك بأن حكومة الإنقاذ عندما استرجعت مقراتها، والكل يعلم ذلك، لم تراق الدماء ولم تهدم المباني ولم تحرق السيارات، بل كنا حريصين بشكل كبير جدا على أن ترجع الشرعية التي نحن نتحدث بها، وهي التي تحقق الخدمات للمواطن وليست الشرعية التي تحقق الدمار والخراب للمواطن. طيب. فنحن عندما دخل السراج ومن معه، لم نريد أو لم نضع العاصمة في وضع الحرب، ولم نقوم بهذه الخطوة خوفا على المدنيين. وكذلك عندما تعرضت الآن القصور إلى هذه العملية للأسف الشديد، يعني عملية مدمرة، عملية للأسف نستغرب يعني العقلية التي قامت بهذا الأمر. طيب سيد مصطفى، سيد مصطفى كان أمر خطير جدا. نعم سيد مصطفى المهرك، بالنسبة لرئيس حكومة الإنقاذ الوطني السيد خليفة الغويل، يعني اختلفت الأنباء ويعني تناقلتها بعض الوسائل بكل بمعلومات مختلفة عن الأخرى، فلو تضعنا في الصورة لما جرى بالنسبة لرئيس الحكومة. السيد رئيس الحكومة وبحالة جيدة والحمد لله، تلقى فعلا إصابة في هذه الاشتباكات، لأنه لم يترك الحرس الرئاسي وحدهم في هذه المحنة، بل وقف معهم وكان آخر رجل خرج من قصور الضيافة. طيب أنتم في حكومة الإنقاذ الوطني كيف تعلقون، خاصة أن هناك عديد البيانات والمؤسسات تدعو إلى حقن الدماء وإلى تجنيب العاصمة خطورة مثل هذه الصراعات وهذه النزاعات، فما دور حكومة الإنقاذ الوطني لإعادة استتباب الأمن في العاصمة؟ أخي الكريم، كل الأصوات وكل النداءات العاقلة كلها تنادي بحقن الدماء، ولكن الدماء إذا كان الناس حريصون عليها يجب أن نكون يد واحدة صفا واحدا ضد كل من يريد نشر الفوضى، ضد كل من يريد استخدام شعارات مزيفة لقتل الأبرياء. أخي، نحن رأينا الآن الجرأة من بعض المخربين يتنادون بدعم مشروع حفتر الانقلابي في مدينة طرابلس. نحن يا أخي رأينا في الشرق الليبي تنادوا بشعارات الجيش والشرطة، وما هي النتيجة؟ النتيجة كانت جثث ترمى في مكبات القمامة، آلاف الأبرياء زج بهم في السجون وقتلوا تحت التعذيب. فهذه الشعارات هي حقيقة يستخدمها بعض المخربين، هذه الشعارات نحن نريدها، ولكن نريدها بالقانون، نريدها بالكيفية التي تحقق الخدمة للوطن وللمواطن، وليست بالطريقة التي توفر المناخ المناسب للمجرمين حتى يقوموا بالعمليات التخريبية أو بالسرقة أو بالنهب. فإذا كان هناك من يسعى إلى حقن الدماء فعلا ويريد الاستقرار لعاصمتنا الحبيبة وليبيا بصفة عامة، يجب علينا أن نضع
المخربين ومن يريدون نقل الفوضى سيد مصطفى التي أتت ضد فبراير هي التي تكون خصمنا سيد مصطفى أبناؤنا. نعم أخي سيد مصطفى، في ختام هذه المداخلة لو كان لديك تعليق حول ما جرى لقناة النبأ الفضائية. للأسف للأسف الشديد هذا ما هذا يعطي مؤشرا كبيرا جدا إن هناك من يريد تكميم الأفواه وأن هناك من يريد قفل أو إغلاق أو محاربة كل من يفضح مشروع الكرامة الإرهابي وينقل في الصورة الحقيقية عن الإجرام الذي يمارسه حفتر في المنطقة الشرقية، لأن نحن رأينا الفترة الأخيرة التغطية التي قامت بها قناة النبأ بارك الله فيهم وفي مجهوداتهم في نقل أو في تغطية تقدم سرايا الدفاع البلغازي، وكذلك قبلها هم يقومون بنقل ما يحدث في مدينة بلغازي من جرائم لأهلنا في المنطقة الغربية حتى يعرفوا خطورة هذا المشروع الذي لا ينتج منه إلا الدمار والخراب. ولكن أقولها أن ثورة التكبير لن تهزم، وأن أبناء طرابلس أنا متأكد من أنهم سوف يعون وسوف يفيقون وسوف يعلمون أن طرابلس نعم. طيب. تحتاج إلى وقفة ضد من يريد نقل الفوضى إليها. طيب. وليس إلى التخريب والتدمير. الناطق الرسمي باسم حكومة الإنقاذ الوطني السيد مصطفى المهرك كنت معي عبر الهاتف، شكرا لك.